بقى انا كنت بقول لحضرتك ايوه انا شفت الجامعه واحنا رايحين افتتاح المنصوره الجديده، قلت لي طب عارف انها ما كانتش موجوده من سنه ونص، يعني هذا الصرح الضخم وباذن الله اللي هيبقى واحد من اهم الصروح العلميه عندنا، من سنه ونص ما كانش موجود تماما خالص، تماما ارض فضاء. ارض فضاء، احنا بدينا اول عمل في جامعه المنصوره الجديده يوليو 2020. اول حاجه القرار الجمهوري صادر في اغسطس 2020، يعني احنا خدنا الاوكي ان احنا هنبدا يوليو 2020 تقريبا. في اغسطس 2021 يعني بعد سنه تماما من بدايه العمل في الجامعه، كنا بنقبل الدفعه الاولى في جامعه المنصوره الجديده. وده كلام تاني خالص، يعني ده اراده الدوله، اراده يعني الدوله خدت قرار ان احنا هنشتغل في الجامعات الاهليه من 2018. والسيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب وعد مجموعه من الشباب الصغار ان هيبقى في تعليم مختلف، وفي هذه اللحظه صدرت التعليمات ان احنا نقعد نشتغل على ملف الجامعات الجديده او الجامعات، كنا بنتكلم وقتها الجامعات الدوليه اللي الدوله هتتبناها. وكنا مجموعه يعني مش كبيره قوي، المجموعه دي في خلال وقت قصير جدا بقت حوالي 200 واحد بتشتغل. ال 200 دول كانوا بيتفرعوا بيحطوا كل القواعد ودراسات الجدوى والبرامج المختلفه وسياسات الجامعه، وبعد ما اتحددت البرامج اللي هي بيزد على سوق العمل محتاج ايه، وكنا بنتكلم طب هو سوق العمل اللي احنا مستهدفينه هو شكله عامل ازاي، فتيجي الدراسات القديمه والجديده ومجلس الوزراء عشان نقول والله الدوله او الجمهوريه الجديده متجهه لفين، وتوجهات الدوله عاوزه تشتغل في اي قطاعات، فاحنا بالتالي عاوزين في بالتوازي نطلع الخريج المواكب اللي يقدر يدير هذه القطاعات بكفاءه عاليه. حلو. فبدات بنشتغل في الحاجات دي ونبدا نحط اللوائح، وبعد ما نحط اللوائح نحط مواصفات شكل مش شكل المباني بقى، ايه اللي هنحط في المباني؟ ايه التجهيزات اللي هنعملها؟ ايه الجامعات اللي احنا هنحطها علامات مرجعيه لينا؟ احنا مش بنشتغل خلاص، احنا بنشتغل وعيننا على السوق المحلي بتاعنا والسوق الاقليمي اللي حوالينا والسوق الدولي. فطب احنا عاوزين نعمل شركات دوليه، لما نعملها احنا هنقول والله احنا عاملين جامعه كويسه تعالوا شاركونا فهيشاركونا، ولا لازم يكون فيه اشارات وامارات ان احنا بنشتغل بمعاييرهم؟ فكان كل برنامج من البرامج اللي احنا اخترناها لهذه الجامعات كنا بنشتغل على ان هنعمل اربع جامعات، هي الجامعات الاهليه الدوليه الجلاله والملك سلمان الدوليه والعالمين والمنصوره الجديده. لان نحط لكل برنامج من البرامج دول اكثر من بنش مارك او اكثر من علامه مرجعيه. يعني ايه علامه مرجعيه؟ يعني هي الكريكولا بتاعتها عامله ازاي او المناهج الدراسيه بتاعتها ازاي، مواصفات معاملها ازاي، هو الخريج اللي هناك ده بيتعلم في جامعه من اني جيل بالضبط، والجامعات اجيال لما بعد الجيل الرابع، يعني بيسموا الجامعه الذكيه دي هي الجامعه بعد الجيل الرابع. فبدأنا نشتغل على هذه الامور، وبدينا المجموعه دي تكبر تكبر تكبر، لان كان بينضم لها متخصصين في كل مجال عشان يضع المواصفات بتاع المجال بتاعه. وبدانا بعد كده هذه المجموعات تتخلص تاني بعد حتى ما قلنا طب هو الطالب اللي هناخده شكله عامل ازاي؟ نختبره ازاي؟ نقيس قدراته على انه هيمشي في البرامج اللي هيروحه ازاي؟ طب عضو هيئه التدريس اللي هيشتغل باي كيفيه؟ وهنجيبه من فين؟ وعملنا مؤتمرات في الداخل والخارج، واتصلنا بسفاراتنا في كندا وفي امريكا وفي انجلترا وفي اليابان، وبدانا مع الساده الوزراء المتعاقبين من اول الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور ايمن عاشور عشان نبدا نعمل تواصل مع هذه الاجيال، لان كان لنا السياسه بتاعتنا بنعمل برامج مختلفه، برامج بينيه، برامج بنستهدفها لسوق العمل. اثنين، احنا عاوزين نرجع عقولنا المهاجره اللي احنا كنا بنعلمها لحد ما ياخد الدكتوراه ويبص يلاقي التعليم مش مواكب للي اتعلمه فيطفش في اي دوله عربيه او يرجع تاني للدوله اللي علمته، فبنستهدف دول. وبنستهدف الطالب اللي كان بيدور على تعليم جيد، تعليم محترم، وبيطلع يسافر بره مصر عشان يتلقى هذا التعليم. فكان قدامنا المحاور دول، بالاضافه على الارض هو احنا عندنا مشاكل كتير قوي في التعليم تراكمت على مدار سنوات. هذه المشاكل نصب عينونا كلنا واحنا بنشتغل، عاوزين نتغلب عليها في هذا النمط الجديد ونعمل نموذج مختلف، مش عشان الجامعات دي تبقى متميزه بس، لا، احنا كان عندنا ان دي تكون القاطره اللي تبدا تقدم ممارسات جيده تنعكس بدورها على التعليم
في الجامعات الحكوميه. الدوله مش عاوزه تعمل اربع جامعات جيدين وهايلين وبينقلوا التعليم بشكل مختلف، لا، الدوله عاوزه ثمره هذا التعليم باللي هيجي من هذه الجامعات الحكوميه الام اللي هي علمت كل مصر يشتغل في الجامعات دي، سواء بقى كان بره مصر او من داخل مصر، يرجع لجامعته محمل بخبرات مختلفه، باداءات مختلفه، بممارسات مختلفه. فبالتالي تبقى هذه الجامعات هي القاطره اللي تغير شكل التعليم حتى في الجامعات الحكوميه. وعلى فكره ده بيحصل، ولو احنا شفنا في خلال سنتين هم عمر الجامعات الاهليه، واحنا بادئين في السنه الثالثه في الجلاله والعالمين والملك سلمان، والسنه الثانيه في المنصوره الجديده، هنجد ان انعكاسات هذه الجامعات بان اثره واضحا على الجامعات الحكوميه وكمان على الجامعات الخاصه، لان بقى عندنا نمط جديد من احنا كان عندنا التعليم الحكومي المعروف للكل، وعندنا الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه اللي ظهرت وتوسعت الدوله في الجامعات الاهليه، وطلعت 12 جامعه السنه دي من رحم الجامعات الحكوميه. الكل بيتبارى في البرامج المرنه، البرامج البينيه، الطرق الحديثه في التدريس، ووصلت هذه المباريات الى الجامعات الحكوميه. وهذا هو الهدف الاسمى والهدف النبيل، ان التعليم في مصر كله يتنقل لمرحله ثانيه.